يا أراضي وأرض الأشجار، ناديت ولقيتيني في الميعاد. يا بلادي يا أرضي وأرض الأشجار، ناديت ولقيتيني في الميعاد. ناروحي فداك وفدا الأمجاد، واليوم قلنا ليظلم ناس. مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج العشية، وزي ما عودناكم حتكون في جولة مختلفة معي أنا مع محمد الطيب واني عمار منصوري. أقول لكم أزل في اللون أيتما تسيت مع عشيتكم طيبة مباركة إن شاء الله معنا وتكون ممتعة. مرحبتين عمار، وأكيد رحبة بكل انضم لنا لأول مرة في برنامج العشية أو الأشخاص اللي تعودوا. كالعادة حيكونوا عندنا قضايا ومواهب من الشارع الليبي. عمار، فن، أدب، تكنولوجيا، رياضة وصحافة، كلها تتجمع في العشية. مشروع البي بي سي ميديا أكشن لتطوير الإعلام الليبي حيكون من ضمن مواضيعنا اليوم. الرياضة على طريقة مهند نجم حتى هي من ضمن فقراتنا. المرأة الكشافة حتكون مع فقرة نسرين العالم. شاعر غنائي ليبي كتب بالدارجة وكتب بالفصحى. ومصور مبدع ليبي في فقرة المصورين اللي عودناكم فيها كل أسبوع. نبدو أول أخبارنا محمد اليوم. يقول نظم قطاع السياحة بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم بمدينة بنوليد رحلات سياحية تعليمية لطلبة المدارس التعليم الأساسي. طبعا أفاد مدير مكتب السياحة التابع للمدينة الأستاذ عبد الله النكوع أن الهدف من هذه الرحلة ترفيه الطلاب والتعريف بالمعالم الأثرية الموجودة حول بني وليد، والخروج بطلابنا من الأجواء اللي قاعدين يعيشوا فيها في ظل الأحداث اللي تمر بها البلاد. محمد تكرر النكوع أن الرحلات ستستمر إلى نهاية السنة هذه، طبعا مع التعاون مع جميع مدارس المدينة. والجدير بالذكر أن مدينة بنوليد فيها أكثر من 4000 معلم أثري حسب تصنيف منظمة اليونسكو. جميل جدا، لأن في مجموعة من المدن الليبية اللي فيها أثار مازال يبي الوضوح أكثر وتسليط الضوء عليه أكثر، من ضمنهم بنوليد وغيرها من المدن. وحلوة هالجولات السياحية هذه، ما تكونش بس مقتصرة على الليبيين، بس تكون مقتصرة يعني موجودة حتى يعني للأجانب اللي يكونوا في ليبيا بإذن الله لما تستقر. أنا عجبني أكثر شيء إن هم استهدفوا طلبة الابتدائية، يعرفوا فيهم في معالم أثرية في ليبيا. يا ريت البادرة هذه تكون موجودة في كل المدن الليبية، حتلاقي إعجاب أول حاجة الطلاب، وحيستمتعوا حيطلعوا بالأجواء اللي قاعدين يعيشوا فيها، وبالإضافة إن هم يتثقفوا يعرفوا تاريخ وحضارة بلادهم. تحياتنا لهم على القائمين على هذا الموضوع. ومن بنوليد نمشوا لبنغازي، بحيث ذكر هاني العريبي المنسق الإعلامي للمجلس المرافق المرافق الصحية ببنغازي أنه استلم مستشفى الجلاء ببنغازي في اليومين الماضيين عدد 10 أسرة كهربائية، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة مستشفى 17 أكتوبر، حيث أن تم تكليف عادل الساحلي التابع للبحث الجنائي بالمستشفى وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي باستخراج هذه الأسرة من المستشفى، علما بأن مستشفى 17 أكتوبر يقع بمنطقة الاشتباكات، الأمر اللي جعله مغلقا بداية الحرب ببنغازي. زي ما تعرف أن عمار بأن هالمستشفى هذا موجود لها فترة طويلة في منطقة الاشتباكات، فهذا كان مغلق، بس مع الخبر هذا أكيد يعني حيكون في تعاون بأنهم يعطون السر الكهربائية زي ما شفنا في الخبر هذا. حلو جميل هلبة محمد، نمشي لخبر مش بعيد على هذه الأجواء. تتواصل الحملة المرورية في يومها الثالث بمدينة الزاوية، والتي تهدف إلى نشر الوعي لطلاب المدارس وأعطائهم الدروس والمعلومات عن الإسعافات الأولية. والجدير بالذكر أن الحملة تأتي بالتعاون مع شرطة المرور ومديرية أمن الزاوية، الهلال الأحمر فرع الزاوية، ومكتب حماية الأسرة والطفل اليونيسف. طبعا حلو نشوف أن كل هذه المنظمات أو المؤسسات الحكومية ومع المنظمات مثلا أن هي يديروا في بادرة أو يديروا في ووركشوب للطلاب، حاجة جميلة نشوف تعاون بين مختلف مجالات مختلفة. وهالشيء هذا يعني مثلا الإسعافات الأولية زي ما تعرفوا أصبحت مهمة جدا في العالم أجمع، وخاصة في فترة ممكن إحنا نمر بها ليبيا حاليا، أنه ممكن تصير أي شيء في أي لحظة، فيكون على الأقل الشخص يعرف الإسعافات الأولية المبدئية عمان اللي ممكن إحنا نقول تنقذ حياة أشخاص. صحيح صحيح، وخاصة نذكروا أيام الثورة كان في هلبة مساهمات من هالنوع هذا، وبعدين خفت شوية، فحلو نشوفوا مساهمات جديدة بالفعل خاصة في الوقت هذا. خاصة في الوقت هذا محمد نمشوا لمدينة طرابلس، حيث في مساهمة واضحة من شباب المدينة القديمة في طرابلس بالاهتمام وتنظيم المنطقة والتعاون مع جميع الجهات العامة والحملات التطوعية بهذه المناسبة وبالأصالة عن أهمية المدينة القديمة. تأتي هذه الحملة في إطار الإحساس الشعبي بضرورة الحفاظ على جمال مدينة طرابلس باعتبارها العاصمة الليبية ومركز حضاري قديم،
قد تنادى أصحاب هذه الحملة لجميع الأهالي والشباب الناشط في المجتمع المدني بضرورة التوعية بهذا الخصوص. شفنا قبل هيك في حملات هلبة بخصوص أنهم يوثقوا الإهمال اللي صاير في المدينة القديمة. هذه حملة جديدة بأن هي ترجع الأشخاص تسلط الأضواء على الشوارع القديمة والمدينة القديمة. كل الشوارع اللي ممكن لها احنا نقوله مبنية بالبني القديم لأنها تحتاج إلى الترميم، تحتاج إلى الحفاظ بمعايير عالمية اللي هي تحافظ على هالأشياء القديمة. جميل هلبة محمد، نتمنى لهم التوفيق. محمد، بعد محقة أغنية هالو، أكثر أغنية مبيعاً لهذا العام واللي حكينا عليها الحلقات اللي فاتت، أديل ألبوم 25 أو ألبوم 25 اللي نزل يوم الجمعة اللي فاتت، مازال ما سكرش أسبوع، حقق نجاح جديد وهو أكثر ألبوم فنانة مبيعاً في أول أسبوع ليه في بريطانيا. وزي ما قلت مازال ما سكرش الأسبوع محمد الألبوم، وطبعاً المركز الأول في أكثر من 109 دولة حول العالم. طبعاً إضافة ثانية اللي هي أن هي مازال ما سكرتش أسبوع، هي أكثر فنانة بس مش أكثر فنان، في فنانين إنجليز فايتينها في المبيعات ولكن بمئات الألوف، رقم بسيط يعني. ممكن لما الجمعة الجاية تسكر أسبوع ممكن تكون فاتتهم وتبدأ فنانة يعني اللي لحط رقم قياسي واحد في بريطانيا في الموسيقى البريطانية. معروف على الفنانة هذه بأن هي تقدم الفن الراقي، خاصة بأن في ليبيا لها شعبية كبيرة وشمال أفريقيا والدول العربية. في انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحقق ملايين المشاهدة لفتاة فلسطينية اسمها نويل تغني لأغنية أديل ودمجها مع أغنية فيروز، وبما أن أمس حكينا على فيروز خلينا نشوف الفيديو هذا. Help from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. تذكر آخر مرة شفتك سنتا، تذكر وقت آخر كلمة قلتا، وما عدت شفتك وهلأ شفتك، كيفك انت ملا انت الفيديو هذا محمد حقق حتى هو مشاهدة عالية، فاتت المليونين تقريبا على اليوتيوب. طبعا هي زي ما قلنا أن هي فنانة فلسطينية مواليد 98، يعني صغيرة هلبة، ووقفت أول مرة على خشبة المسرح لما كان عمرها 10 سنوات بأغنية باسمها يا أمي للأمومة. فحلو نشوف مواهب زيادة، وزي ما عودنا ونقوله بأن أغاني أديل جدا منتشرة، عندها شعبية كبيرة في ليبيا، وخاصة أنه حتى الفانز يعني مؤخرا لما دارت حملة اللي هو اللي يشري الألبوم يصوره وينزله، هلبة ليبيين يعني طلبوا النسخة الأصلية وصوروها ونزلوها في الانترنت. أكيد، ونتذكر بينا كانت زيارة لي أنا سابقا، ممكن حتى عمار كان معايا، لجبل نفوسة قبل 3 سنوات فات، وكان تقريبا غالبية المحلات فاتحين لأديل في جبل نفوسة، فاحنا استغربنا صراحة أنها منتشرة للدرجة هذه، إن في كل المدن وقتها الليبية. كانت أغانيها تقرأ الأغنية فاتحينها كانت جديدة يعني وقتها، من ألبومها اللي فات له ألبوم 21 أعتقد عمار. محمد، لكل من حاب يشاركنا بصورة فيديوهاتها تستاهل العرض في برنامج العشية، وحتى قضايا ومشاكل وقصص عشتوها وحابين تحكوها، راسلونا على إيميل البرنامج طبعا اللي هو عشية@218tv.net. محمد، شن حيكون عندنا بعد الفاصل؟ بعد الفاصل حنحكو عن مؤسسة بي بي سي ميديا أكشن اللي بدت في تطوير أو بادية لها فترة في تطوير الإعلام في ليبيا، حنشوفوا شن مشاريعهم شن خططهم وين وصلوا من هذا الإعداد والتدريب، لكن بعد الفاصل. اشتهرت في الفترة الأخيرة صفحة اسمها الكل على الفيسبوك،
تعرض في أخبار لليبيا وبرامج أنتجتها البي بي سي ميديا أكشن الخاصة بليبيا عن مشروع تدريبي للإعلاميين الليبيين. خلينا نشوف التقرير هذا يلي يحكي على الموضوع. أنا الصحافة، أنا صوت الشعب، أنا المدافع عن الحرية، أنا الصوت اللي يحمي ضد الظلم والديكتاتورية. هي مشروع لتدريب الشباب الليبي وتزويده بالمهارات الإعلامية من التقديم وصناعة الأخبار إلى إعداد البرامج، بالإضافة للتصوير، الإنتاج، الإخراج وكل ما يخص الصحفي الشامل. ولما بدت تبرز إبداعات الشباب خلال التدريب، قررت مديرة البي بي سي ميديا أكشن فرع ليبيا آن ريفل إنها تطلق قناة عبر الإنترنت وتعرض فيها هالإبداعات تشجيعاً لهالمواهب ومحاولة منها للرقي بمستوى الإعلام الليبي. بدت بثها يوم 1/1/2015 عبر الموقع الإلكتروني، وبعدها انتقلت للسوشيال ميديا اليوتيوب وتويتر، واستهدفت أكثر شيء الفيسبوك بحكم أن الأكثر استخداماً في ليبيا. قناة الكل ركزت على الجوانب المهمشة في الإعلام زي المرأة المبدعة، ذوي الاحتياجات الخاصة، التكنولوجيا والبرامج الترفيهية، وتحصلت برامجها على صدى عالي من نجاح من حيث المشاهدات، وفي فترة وجيزة أصبحت من أكثر الصفحات الإعلامية متابعة على الفيسبوك. أنا الصحافة. هذا أعتقد كان جولة على الكل، ولأن اللقاء حيكون مع المديرة عمار حيكون باللغة الإنجليزية. أكيد نقوله Hello Anne, can you hear us? Hello, how? Hi, welcome to Ashiya Show. Thank you so much. Nice to see old friends doing a job on TV for Libya. Thank you. Yes, thank you, Anne. We want to tell people who are watching us, what is the El Kul? Well, El Kul is a training initiative, first and foremost, that we from BBC Media Action have been supporting for a year now. And the idea is that we trained young Libyans from all over Libya to run their own information and news channel. And that's what El Kul is. We've reached 12 million users in Libya since April, which I think shows that there's an appetite and a need for what we're doing here. And above all, to give something for young Libyans by young Libyans. طبعا آن سألنا آن قلنا لها بشن هو مشروع الكل، فهي حكت إنه هو مشروع تدريبي من البي بي سي ميديا أكشن لتدريب الإعلاميين الليبيين من يعني من مختلف، سواء من قراءة الأخبار إلى إعداد البرامج التقارير وغيرها. أكيد إيه آن، you know that we have to translate everything, so you have to be patient with us, okay? Sure. Yeah, thank you. So this program or Al Kul, is it targeting the professional Libyan or the even the beginners in the media? It's for everybody. Not only is our slogan for everyone, but we really want to train as many people as want to share our vision, which is to create timely, independent news for young Libyans. Mm. So really, we don't mind if people have no experience or a lot of experience. Good. سألنا المديرة للبي بي سي ميديا أكشن آن إن هل هم يستقطبوا في الأشخاص اللي عندهم خبرة في الإعلام ولا حتى جدد؟ هي قالت لا، إحنا فاتحين مجال للكل لأنه هو أصلاً في الأساس هو للتدريب. And can you tell us what kind of shows you work on El Kul? It's a mixture. I think like any audience or any young audience in particular, people like a mix. And so we do everything from news to sport to fun little films. One of the most popular things we did was a film about how difficult it is to get a passport these days. And that has worked very, very well with a lot of hits. And that was done in the way of a short drama. So we do a mixture of everything. We started by saying we wanted to give people accurate and fair news that covered not just both sides, but all sides of what was going on in Libya. And we try our very best to do that. طبعاً Good. سألنا آن شنو نوع البرامج اللي تقدموا فيها في الكل أو اللي تشتغلوا عليها وتنزلوا فيها في الصفحات، فهي قالت إن من كل شيء، يعني أخبار إلى رياضة، ترفيه، حتى أفلام قصيرة. قالت إن مؤخراً درنا فيلم قصير اللي هو يحكي على كيف تتحصل على باسبورت، فكان نوع ترفيهي شوية. قالت إحنا من نتجنبوش في أو من جهلوش في ما يحدث في البلد، لكن في نفس الوقت نرفهوا عن الناس.
Good. And what about the followers, the Libyan followers in the pages and in Twitters, whatever, in Facebook? What kind of shows that they like more? Well, this has been very interesting because if you'd asked me, I would have said that people would like entertainment better than anything. Yeah. Perhaps followed by sport. But I think what's been so interesting for us, and I think this proves the hunger, the need in Libya, is that whenever we do items about the talks, whether it's failure of the talks in the dialogue or whether it's the latest move in those, they are very, very popular. The other thing that we find is very popular are original reports that our trained journalists are doing for us from Libya. So it's interesting that it isn't always just the light, the fun things, although there's definitely a need for that too. Yes. And I'm sure that every viewer in Libya would like a mixture of things. Little bit like what you're doing. سألنا المديرة آن من جديد وقلنا لها شن أكثر شيء يجذب المتابعين على صفحاتكم؟ فقالت أنا كنت متوقع أنه حيجذبهم الأشياء الترفيهية أكثر، ولكن لقيتها حتى تجذب فيهم الأشياء لها علاقة بالحوار في ليبيا، لها علاقة بالأخبار، التقارير اللي معدة بشكل ممتاز. And some people asking why you moved from Libya to Tunisia. Oh, well, I'd like to say we did move from Libya to Tunisia, but the truth is we were moved, unfortunately. BBC Media Action had an office in Tripoli for over a year, which I established, and it was one of my happiest times professionally. Sadly, when the conflict became worse, we had to move here. Mm-hmm. As soon as circumstances change, we will definitely move Media Action back to Tripoli, and El Cool with it. But I'd like to just say something else, with the young Libyans we're training here, more and more are going back, and everybody wants to be at home. And so I think gradually we'll see El Cool, if you like, taking its footprint back to Libya. It's a little bit like you guys. We're all making do with a situation that isn't ideal. Yes. طبعا سألنا الآن ليش في ناس تتساءل إن ليش القناة الكل أو البي بي سي ميديا أكشن موقعها في تونس مش في ليبيا، فقالت إحنا يكون كان مركزنا في ليبيا ولكن لما ساءت الأوضاع انتقلنا لتونس، وقالت إن هي يعني للأسف إن هي انتقلت لتونس إن هي قضت أفضل أوقاتها في ليبيا، وطبعا قالت إن في عندنا مكتب في طرابلس و Yes. First of all, Anne, I am proud, me and Ammar, that we are were part from this project. So what is the plan of this project, next step, like next year? What you are planning for? Well, again, it's very nice. I always think of you guys as part of the family, and I think it's very important for the media in Libya to have people like you and new channels springing up. It's great to be part of that landscape together. Yeah, because there's certainly room for us all, isn't there? Plans for next year, well, we're working on different ways of reaching people. I mean, we have now 1 million engaged users for El Cool. The figures are really, really good. I suppose the question for us is, should we be moving on to other platforms other than Twitter, other than social media? And that's what we're just trying to work out at the moment. It depends a lot on the circumstances in Libya, and it depends also on whether we feel it's the right time to move on, say, to other platforms like satellite, so that we can meet the needs of people who haven't got access to broadband. That's the main issue for us, reaching audiences in Libya, in places that don't have broadband at all, where electricity supply is difficult. But not everybody's lucky enough to have a smartphone, and that to us is very important too. Yes. في البداية طبعاً كنا سعيدين إنه عمار إن إحنا كنا جزء من هذا المشروع سابقاً وجداً فخورين بهالشيء هذا. وبعدين سألناه شو الخطوة الجاية للكل، قالت حنحاول قدر الإمكان نوسع نطاق شغلنا بحيث يكون حتى على الساتلايت باش نوصلوا لناس أكثر ونعرفوا رغبات الناس الليبيين بالتحديد، طبعاً هي موجهة لليبيا بالكامل، شن محتاجين أكثر عن طريق الساتلايت. And in the end, we want to thank you, me and Mohammed, you and Gavin and all the team of Alcool. Thank you very much. We all send our very best wishes to you and all of your team at 218. And keep in touch. Thank you. Good luck in the show. Yeah, you look beautiful on Skype, by the way. Thank you.
شكرا شكرا آن، أكيد هي مديرة بي بي سي ميديا أكشن في ليبيا، مكتب بي بي سي ميديا أكشن في ليبيا. وزي ما أنتم سمعتوا منها أنهم انتقلوا إلى تونس بسبب الظروف اللي تمر بها ليبيا، ولكن قالت بوجود الشباب الليبيين اللي قاعدين في هذا المشروع هم يعتبروا وكأنهم قاعدين في ليبيا، لأن عارفين بالضبط شنيبوا الليبيين ويحاولوا قدر الإمكان خلال القناة أنهم يوفروا أكثر احتياجاتهم. وطبعا محمد، من تجربتي يعني وياك في قناة الكل في مع البي بي سي ميديا أكشن، طبعا هو مشروع يستقطب في الليبيين يجيب فيهم لتونس يعني على حساب المؤسسة نفسها اللي هي البي بي سي ميديا أكشن، ويصرف عليهم والسكن ومصروف وأيضا التدريب، يعني بادرة جميلة جدا صراحة منهم. هو الأهم من هذا كله أن يعني مستوى التدريب ونوع التدريب اللي يتم تقديمه، يعني أنت تعرف أن بي بي سي مؤسسة عريقة في تدريب طبعا العمر. محمد وطبعا زي ما قلنا إحنا مش متخصصة في الأخبار بس في مختلف التوجهات، يعني مثلا أخبار، كتاب تقارير، المونتاج، الإخراج، البروديوسينج، كل المجالات اللي تخص التلفزيون هم يشتغلوا عليها. والأجمل من هذا بينهم مش متوجهين في خاص بالسياسة فقط، ولكن عندهم برامج رياضية، برامج عامة، برامج ترفيهية وما إلى ذلك. عمار أكيد. زي ما تعرفوا تقدر تتواصل معنا عن طريق إيميل البرنامج اللي هو عشية@218tv.net، وبعتونا كل أفكاركم ومواضيعكم اللي حنعرضوها لكم في برنامج العشية. محمد، زوايا عالم الرياضة أكيد حتكون مع الزميل مهند نجم، لكن بعد الفاصل. الرياضة من زوايا مختلفة، وأكيد مواضيع خفية حكيها لنا مهند نجم. أهلا بك. مساء الخير عليك يا شباب، ومساء الخير عليك اللي يتابع في برنامج العشية في فقرة الرياضة. أول شيء رحبوا بك مهند، ثاني شيء على طول لأن الرياضة رتمها سريع، شو نجهز؟ أكيد، خلينا نشوفوا التقرير اللي قرأ المرة دي محمد مش عمار، شوفوا درجة لكم. يلا. سيبقى اسم نوفاك جوكوفيتش محفورا في أذهان وعقول وأفئدة كل من ينبض قلبه بحب الكرة الصفراء، كيف لا وهو اسم بطل قومي في بلاده، استطاع وحده نقل صورة مشرقة عن الرياضة داخلها ليستحق لقب أفضل سفير لبلاده صربيا في المحافل الرياضية العالمية عبر تاريخها. فقد تمكن في فترة وجيزة من صناعة اسم لنفسه وسط عمالقة كرة المضرب بشكل خاص وعالم الرياضة بشكل عام، بلغت شهرته أقاصي الأرض بفضل ما يختزنه من مهارات وما يقدمه من إبداعات. جوكوفيتش رأى النور في 22 من شهر مايو عام 1987 في مدينة بلغراد الصربية. نشأ في عائلة رياضية، إذ كان والده مدربا للعبة التزلج على الجليد، وكانت والدته تمارس ذات اللعبة بالإضافة إلى كرة الطائرة. هذا التنوع الرياضي خلق لنوفاك البيئة الجيدة ليتمكن من إبراز مواهبه. يعد النجم الصربي من عشاق كرة القدم، حيث صرح على هامش مباراة خيرية جمعت أصدقاء رونالدو بأصدقاء زيدان بأنه على قناعة تامة بصعوبتها وقوتها التي تفوق التنس بمراحل، كما يتواجد نوفاك بشكل مستمر داخل مدرجات السان سيرو لمتابعة فريقه المفضل إيسي ميلان الإيطالي. أعتقد بأن المصنف الأول في لعبة كرة المضرب غني عن التعريف. جوكوفيتش يعني شخصية غنية عن التعريف كيف ما قلت أنت محمد، وكيف ما شفنا في التقرير وصل للنجومية في وقت قياسي وإمكانيات بسيطة، يعني شهر لعبة التنس في بلاده هو، ومعنا في نجوم زي نادال زي فيدرير وغيرهم من اللاعبين هذوما، لكن جوكوفيتش في فترة قياسية تفوق عليهم.
وهو حاليا مصنف الاول عالميا. وبرضه في شيء اخر في شخصيه جوكوفيتش هو روح البكاء، ديما يقول لك يحب انه يبصر مع اصحابه، يحب يقلدهم في اوقات الفراغ. ويشجع في ليسي ميلان اليوم فريقي انا. هذا على شفت اخترت نوفاك جوكوفيتش. في لقب سموه اللي هو تسونامي كرة المضرب. فعلا هو تسونامي كرة المضرب، لقب ماشي معاه لانه هو لاعب كبير بامانه. برضه هو حاليا من اغلى اللاعبين الرياضيين على مستوى العالم من ناحيه حتى المردود المادي عنده. يعني تخيل الفلوس اللي عند جوكوفيتش ما عندش ميسي لا كريستيانو. هي كرة التنس حتى يدخل في 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 مبالغ كبيره زي الجولف، حتى اللي تعتبر رياضه تدخل في مبالغ اكثر من كره القدم. انا يعجبني ان كيف تناولت انه هو كيف انه هو مثلا شنو يشجع، بالاضافه انه هو سفير بلاده صربيا. يعني من ناحيه الرياضه برضه في شيء اللي هو البيئه اللي خلته يصبح نجم. يعني بوالده والدته رياضيين، وهذا شيء فرق معاه، هذا شيء فرق معاه. يعني كان في دعم موجود من الاسره، وهذا شيء يعني خلاه يوصل مستوى بعيد جدا. مزبوط. احنا نبغى ننوه شيء ثاني، بان احنا الرياضه الثانيه في ليبيا اللي عندها شعبيه كبيره اللي هي كره المضرب. يعني صح. في عندنا هلبة ملاعب في بنغازي وهلبة ملاعب في طرابلس وحتى في الجنوب. هو ما فيش اهتمام من ناحيه المسؤولين من التنس، لكن كليبيين ناس واجدين يبداها من عندنا. انا الشباب في القناه اللي تهدرز معاه يقول لك انا لعبتي بعد الكوره التنس. صح. وبرضه في اللعبه الاساسيه قبل الكوره التنس. في برضه وعندنا مواهب يا عمار ويا محمد، مثلا اوس شمام، احمد مصباح وغيره اللاعبين بعد يلعبوا في بطولات افريقيه وعربيه يجيبوا في تراتيب مميزه. يعني فهمت؟ يعني مثلا عندنا لعيب اوس شمام في فتره من الفترات سيد كره التنس العربيه والافريقيه، معنا صغير في السن من بنغازي. هو صح من بنغازي اوس حاليا، وللاسف اوس ترك التنس حاليا، صار معه شويه مشاكل، لكن اتمنى يرجع واتمنى له التوفيق في جميع محطاته. في حاجه ثانيه اللي هي رياضه التنس تعتبر حتى العنصر النسائي فيها يعني ينافس على مستوى عالمي. صح. يعني مثلا كره القدم النساء مش مثلا عندها مثلا هذاك الاقبال الكبير او المشاهده العاليه زي مثلا كره التنس لدى النساء، ماريا شارابوفا. وفي برضه حاجه اخرى، تخيل انت بعد مباراه زي التنس 3 ساعات، جمهور التنس ديما جمهورها من الفئه الراقيه شوي. احنا نقول تخيل 3 ساعات كاملات ممكن ما تسمع لهم مش كلمه. لا وثلاث ساعات هم يديروا هيك. لكن قوانين كرة التنس اللي نتابع فيها نحس فيها أصعب من قوانين كرة يعني القدم. هو يعني اللي يخليها شوية معقدة أن قوانينها اللي خلى الناس يعني في جمهور واجد ما يحبهاش، يعني يقول لك مملة شوية لأن قوانينها معقدة شوية، ومرات حتى المباراة توصل 3-4 ساعات. يعني يقول لك أنا قلت 3-4 ساعات مقعد نتفرج على رياضة شيء ممل شوية. لكن برضو كيف ما قلنا عندها جمهورها اللي من أنا اللي ما تبي. طيب مهند، من التنس لوين راح تحترف عنا توا؟ جمهور الريال بلكي يزعلوا منا شوية، خسروا من ثلاثة حيزعلوا منا واجد، لكن حاولوا يرضوهم شوية، خسروا من 4 أيام ضد برشلونة بأربعة شيء، لكن حاولنا من خلال حلقتنا اليوم نحن نسردوا حياتهم مش حياة لاعبين شخصيا. نبدأ مع خامس رودريغيز وزوجته كيف ما نشوفه قدامنا في الشاشة، دانيلا أوسبينا لاعبة الكرة الطائرة اللي تبلغ من العمر 22 سنة. هي طبعا العمار ويا محمد أخت برضو اللاعب أوسبينا حارس مرمى فريق أرسنال، يعني عائلة رياضية بالكامل. وهي ديما تقول لنا خامس تدعم فيه بشكل كبير، وتقول لنا خامس سر نجاحها هو التزامه حتى في البيت. يعني الصورة هو تزوج مؤخرا صح؟ تزوج جديد صحيح من حوالي سنة تقريبا. رفعت لهم هدية عمار؟ لا عمار ما جابناش حتى نحن هدية. عيد ميلادي انت غير تزوج مهند ونفخ بيك أحلى فرق. لا في عيد ميلادي حكني متزوج. أيوة. الصورة الثانية معنا لسيرجيو راموس وزوجته اللي هي بيلا روبيرو. بيلا روبيرو تكبر ب7 سنوات، يعني مذيعة صح؟ سنة مذيعة ومصممة أزياء في إسبانيا. ومعنا سيرجيو يا عمار ويا محمد شخصية مشهورة جدا على مستوى العالم، لكن هي في إسبانيا مشهورة أكثر منها. نتخيل في موقف مرة لما دارت تقريبا كان في حفل شهرنا كيف ما نقوله نحن، كانت جايبة معها ابنها، فقعد سيرجيو راموس ساعتين ماسك الابن وهي موجوده في مع وهي تعطي الصحافه مع الصحافه. شوف طبعا هي تعتبر تقريبا المذيعه رقم واحد في بلادهم. صحيح تعتبر مذيعه رقم واحد وبرضه مصممه ازياء مشهوره جدا. يعني ديما لاحظوا بان مشاهير الرياضه غالبا يكونوا ازواجهم وزوجاتهم من المشاهير نفس الشيء. يعني انت جبت لنا ديفيد بيكهام من المره اللي فاتت، زوجته فيكتوريا، شاكيرا اللي هي زوجة اللاعب بيكي صح.
يعني ديما عندهم زوجاتهم يكونوا حتى هم من مشاهير. هي شيء يكمل بعضه يعني كيف ما نقوله فهمت، ديما يحبوا يعني تكون الشهرة 50-50 يعني بعد يتزوجوا شخصية مشهورة تزيد نسبة شهرته أكثر وأكثر فهمت. فمحنا ممكن نقوله تبادل منفعة فهمت في المواضيع علينا بالذات يعني. وحتى مي عز الدين كانت حتتزوج محمد زيدان مرة بعدين ما صارش صح؟ أو صار ما زالت العلاقة مضارة لأنني سمعت مرة أن هي فسخوا بعدين تو مؤخرا سمعت أنباء أن هم رجعوا. مو هي كيما حتى احنا نسمع فيه اللي زي كذا عمار لكن ما فيش شيء مؤكد يعني. تخيل مي مره على صفحتها على الانستغرام قالت انه هو هداني في العيد اللي فات هداها شاه في عيد الاضحى اللي فات اكيد شو مجهز لنا ثاني الصوره الثالثه لداني كرفخال ومعها زوجته طبعا كرفخال من ابرز اكتشافات ريال مدريد في السنوات الاربعه الاخيره ظهير ايمن للفريق وظهير ايمن ايضا المنتخب الاسباني. الصوره الرابعه لزوجة اللاعب الاسباني فاران اللي هي كامي طبعا كامي محمد يا عمار كانت على علاقة مع كريستيانو رونالدو في السابق وهذا خلى كريستيانو ما يحضرش حفل زفاف زميله في الفريق اللي هو فاران يعني شفنا الحساس وين وصل بينهم يعني ايه. طيب انا حنرجع معاك للتنس من جديد حنسألك انت من تفضل من لاعبي التنس لاعبك المفضل فيه؟ والله بجديات انا نحب نادال. نادال تعلقت فيه من البدايه صراحه ومحمد ديما اكيد فيدرر محمد اكيد فيدرر محمد لا انا جوكوفيتش صراحه من المعجبين به ممكن لان صديقي كان من المهووسين به فكان يتابع له في كل مباريات فانا بصراحه عجبت بشغله عجبت بأداء عجبت بحتى يعني كيف نقول لك ان كل ما يوعد بأنه هو بيفوز في بطولة يفوز بها يعني عند وعده رغم أنه مر بهلبة إصابات الفترة الأخيرة هو لكن ما زال محافظ على مستواه يعني صحيح هو مر بإصابات برضو جوكوفيتش يعني مر حتى بحالة نفسية سيئة لأنه قعد 3 شهور تصنيفه متأخر شوية وقال أننا حنوصل بعد فترة وفعلا حاليا هو موجود في التصنيف الأول عالميا وهذا إنجاز كبير حقق جوكوفيتش في فترة بسيطة. حلو. في صورة مهند توه. الصورة الأخيرة حتكون للظهير الأيسر لريال مدريد اللي هو مارسيلو مع زوجته وابنه اللي هو اسمه إنو. مارسيلو حتى هو من أحسن اللاعبين في ريال مدريد يلعب في المنتخب البرازيلي. محمد ويا محمد يا عمار نشوف إن سر نجاحهم في استقرارهم يعني هم مبسوطين في حياتهم وهذا شيء انعكس عليهم يعني زوجة مارسيلو مرة صرحت قالت إن سر إن مارسيلو لكن طبعا هي زوجته من أيام كان يلعب في البرازيل في فريق برازيلي فقالت إن مارسيلو من يوم ناوية درجة كيف ما نقول وهذا سر نجوميته يعني ممكن نقول حتى لو نلاحظ أنه في سواء مباريات كرة المضرب أو كرة القدم دائما يكون العائلة موجودة في المباراة زي ما نقوله سند لي وتشجيع لي ويأثر لأن صراحة في الأداء يعني معناها كان رونالدينو متزوج روتو وحالة مشي راه عاقل كيف ما نقوله نحن هل تعتقد أنه حيعقل؟ أكيد هل تعتقد عليك نقول الباين ان المباراه اللي فاتت ريال وبرشلونه عائله برشلونه كلهم حاضرين وريال شرو كلهم مهناش والله هو ما كانش كلاسيكو الحق يعني كانت كيف ما اقوله بالليبي طريحه يعني اربع شيء انا ما بيش نقول طريحه والمصطلحات هذه لان تستفز في جمهور الريال صراحه يا مهند مباراه منصفه ما كانتش منصفه يعني الريال يلعب بين ارضه وفي جمهوره وكل المعطيات كانت تقول انه حيفوز ان ميسي ما لعبش وتخسر 4 شيء ما اعتقدش ان هي منصفه يعني بس اسمع بس نقول لك حاجه بس تقول لك طريقه كنا من زمان انه رغم ان ريال مدريد دائما يستقطب في النجوم اكثر من برشلونه صح يعني ديما نجوم العالم موجودين يعني في البرشا ولكن الريال اكثر ولكن ديما حظه اقل ما هو نقول لك حاجه يا عمار الريال ديما يعتمدوا على اللعيب الجاهز برشلونه اعتمدوا على اللعيب المصقول اللي هو من الفئات السنيه زي ميسي صقلوه مع انه كان ممكن يكون لعيب في ريال مدريد انه تحصل على عرض زمان من ريال لكن برشلونه يركزوا على الفئات السنيه عكس الريال يعتمدوا على اللعيب اللي يجي مجهز كريستيانو كروس بيل كذا يعتمدوا على الماده رونالدو زمان يعني اللاعب الجاهز وممكن برشلونه تميزوا عليهم في النقطه هذه فصنعوا فريق لانت وبرشلونه من 12 سنه حاليا نفس الفريق نفس الاسماء يزيدوا في لاعبين لما نيمار سواريز كل سنه والفريق محافظ على نفسه عكس الريال اللي فيه تغييرات جذريه دينا مشاكل يعانوا منها احنا حنستغل فرصه انت معنا اليوم مهند وتحكي لنا شنو اهم المباريات اللي حتكون قريبا سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي يعني على المستوى المحلي في استعدادات الاهلي طرابلس والاتحاد المشاركه الافريقيه اتمنى لهم التوفيق طبعا والاتحاد حاليا يحاول انه يتعاقد مع زعبيه بنظام الاعاره هذه صفقه كويسه اتمنى له التوفيق يعني لو صار منه محمد طبعا زعبيه يحب الاتحاد اكيد هو يعني الاتحاد
يعني هو ضحى بتجربته الاحترافيه لمده 6 شهور من اجل عيون الاتحاد وجمهور صحيح الاتحاد. تمنى له التوفيق محمد، يعني من احسن اللاعبين كنا نتمنوه متواجد في مباراه رواندا، لكن ان شاء الله يلحق على تصفياتنا في سواء تصفيات افريقيا سواء تصفيات كاس العالم. يعني طيب دوليا يعني شن في من مباريات قريبه تكون دوليا سواء انديه او دوليا؟ الدور الايطالي مولع كيف ما نقولوا نحن حاليا. اليوفي رد شويه، الميلان متراجع، نابولي وكذلك فيورنتينا ماشيين كويس، الدوري الاسباني زي ما نحن شفنا تو الريال تو متاخر على برشلونه بفارق 6 نقاط. في انجلترا الشيء المهم والابرز والاحلى انه ليفربول الفريق العريق رجع لمكانه مع المدرب الجديد الالماني كلوب، فاز على تشيلسي، فاز على مانشستر سيتي، فاز على ارسنال خارج ارضه، وهذا شيء يعني. وحتى عندي الارسنال بنسالك عليه، انا لي فتره طبعا مش متابع للدوري الانجليزي، ابرز النجوم موجودين في الارسنال توا من هم اوزيل احترف. موجود جيرو، بس مشكله ارسنال يا عمار الفريق ما يحافظش على المستوى. يعني في ناس تقول ان الخلل في المدرب ارسن فينجر، قريب 25 سنه مدرب للفريق ايه؟ وفي ناس تقول ان هم الارسنال اللي تعودوا هيك. يعني مهند اعتقد ان هالمعلومات هذه كلها مفيده، نشكرك على كل المعلومات اكيد. ونتمنى ان الفقرات الجايه والحلقات الجايه تكون نسبة أكثر وناخذ معلومة منك أكيد أكيد. تسنورين لو حابين تشاركونا بمواقفكم وأفكاركم وحتى قصصكم ومعاناتكم، تقدروا تبعتوها على إيميل البرنامج اللي هو عشية@218tv.net أو على عبر موقع الخاص بالقناة اللي هو 218tv.net أو على الفيسبوك وتويتر وكل مواقع التواصل الاجتماعي باسم 218tv. شباب حنعرفوا أكثر عن المرأة في الكشافة والمرشدات بعد الفاصل مع نسرين العالم. عالم الكشافة وكل ما يدور حولها حنعرفوه من ناحية التنمية وبناء الذات مع الزميلة نسرين. أهلاً محمد، أهلاً عمار، أهلاً بيك نور الاستوديو كالعادة. سلم وجودك. الكشافة بلبسهم الباهي وشكلهم الزاهي وطبورهم المنظم، تحس إن هم فئة تانية في ليبيا بولائهم للقانون متاع الكشافة وبمساعدتهم للكبير وبوجودهم دائماً جنبنا في الوطن في محن الوطن. نشوفوا تقرير يوضح لنا أكثر على الكشافة وبعدين نرجع. يلا الصدق، الوفاء، الود من صفات الكشاف، وهي أيضا من قانون الكشافة. في ليبيا تأسست الكشافة على يد خليفة الزائدي سنة 1909 في طرابلس، وانضمت لها سبها وبنغازي، وأصبحتا عضواً في المنظمة العالمية للحركة الكشفية. كانت الكشافة ركيزة من ركائز النسيج الليبي، وصدرت لها مجلة جيل ورسالة، حيث كانت تصدر عن الحركة العامة للكشافة والمرشدات، والتي صدرت في بنغازي سنة 1965. الكشافة كانت جنباً بجنب تساند ليبيا في المحن التي مرت بها، من خلال تنظيم حملات التطوع والتبرع بالدم وجمع التبرعات، باعثين روح الأمل والتفاؤل من خلال أناشيدهم، زهور وأشبال ومرشدات ومرشدين وقادة بزيهم وتحيتهم المميزة، عماد من أعمدة هذا الوطن. قداش ما كان في خاطري نخش الكشافة وأنا صغير، جربت نخش لها بس ما صبرتش عليها، صعبة جدا، لازم تتعلم القوانين مش سهل، وقصة الانضباط وأنا ما كنش عندي هذا في البداية. أنت زي محمد صار لك ما تتحملوش القوانين، تسحبوها من الأول هيك جو مليح ومخيمات. هو تقدر تقول الكشافة يعلموا باقي الأشخاص اللي موجودين في المجتمع بصفة عامة شن أجمل الأشياء اللي ممكن يتم ترتيبها تنظيمها، القواعد الحياة اللي مفروض نكونوا نعرفوهم من غير أي تدريب. وفعلا
واللي يعجبك فيهم انضباطهم الشديد في الكشافة. يعني اللي يخش في الكشافة ما يوقفش عند حد معين وخلاص. صح. لا يستمر ولا أليها. يعني نعرف ناس ما شاء الله كبار وما زال لحد الآن في الكشافة يمشوا على الأقل. أنا نعرف حتى أنا أكثر من صديق حتى ما يداومش ولكن يمشي يدير في دور عليهم من فترة لفترة. أهم المناسبات يمشي يحضر فيها ويشارك معهم. بالطبع. وزيادة لازم نعرف أن الكشافة في ليبيا ما هيش هينة, راهو عالمية وتقوم بندوات وتبعت في إغاثات وليها دور كبير يعني. صح. بين الكشافة واخد عدة جوائز واخد عدة تقدير. والجميل مؤخرا بأن رغم الظروف اللي ممكن بعض الأشخاص يقول لك الظروف اللي في البلاد, نشوفه بأن الحركات الكشفية متأثرتش بهذه الظروف. صحيح. وقعدت مستمرة بحملاتها ومستمرة بالتنظيف ومستمرة بالمطويات اللي وزعوا فيهم تنظيم الطرقات مساعدة الناس المحتاجة. وهذا جزء من خدمتهم, هم دائما تلقاهم جنب المجتمع في وقت الكوارث. يعني من أيام الثورة كانوا يتطوعوا في المستشفيات. بعدها جت حاليا أي حد معوز ولا محتاج خصوصا في الفترة الأخيرة يعني كانوا يساعدوا فيهم, موجودين يعني لحد الآن. حلو. معنا اتصال أكثر باش يكلمنا على الكشافة من مسؤولة المكتب ومنسقة مكتب الإعلام في فوضية بنغازي أستاذة هدى أبو شاقور. أستاذة هدى أهلا بك. أستاذة هدى مساء الخير. هنحاولوا قدر الإمكان نتصلوا بها. هنحاولوا نتصلوا بها. بالنسبة للكشافة يعني أنا فترة الأخيرة في منطقتي الظهرة كان في حريق في أحد البيوت والكشافة لم تروحها ولم تبعضهم ولم تبرعات لتصليح هذا المنزل وطلاءها من تاني وجديد, وفعلا وقفوا جنب الناس وكلها الناس تفاعلت معها. نشبحوا في الانتخابات بالفعل, وفي الانتخابات حتى يوقفوا زي ما قلت أنت يوزعوا المطويات ويعني يعطوا توعية للناس. في شيء تاني حلو اللي هو اللبس. يعني ديما في نظام وترتيب للأسف أناقة يعني لبس أكثر مرات من المدارس اللي مفروض تكون شيء لازم أنهم يكون لبس موحد المدارس وكي. نشوفوا بأن الكشافة تعطي فينا إحنا نقولوا المفروض شين يكون في المدارس في المكاتب في الأشغال العامة وما إلى ذلك. لبسهم ديما مرتب ومهندم ومسموح مسموح ليهم يعني يكون مثلا فيها خلاف في الشريطة. صحيح. أو خلاف في يعني التزام وانضباط. نسرين الأوسمة تقريبا هادو مستويات تقريبا مستويات يعني على مرشدات على كشافات على زهرات وعلى أشبال. فهيك ممكن نتكلموا أكثر الموضوع زي ما قلت مع منسقة المكتب الإعلامي سيدة هدى. هدى أبو شاقور. نعم أنا كنت هناك. أهلين أستاذة هدى كيف الحال؟ مرحبتين بك أستاذة نسري. أستاذة هدى حكي لنا على وضع الكشافة حاليا وخصوصي في منطقة بنغازي. نعم أختي نسرين حاليا في نحن منذ بداية الأزمة ونحن نحاول رغم كل الصعوبات اللي نحن نمارسه عملنا التطوعي تجدينا في كل مكان رغم كل يعني الظروف اللي هي محيطة بنا. إن شاء الله نحن يعني نمارس في كل أنشطتنا الكشفية. ممتاز. طيب النشاطات اللي يقوم بها الكشاف حاليا زي ما قلنا احنا نعرفوا ان هم يقفوا جنب الناس في الكوارث او في الحروب او في اي شيء زي هدايا, في تبرعات تقوموا فيها, في نشاطات ما تقوموا فيها في بنغازي؟ نعم اكيد. نعم اكيد نحن طبعا مستمرين في كل مكان زي ما قلت لك نحن نقوم بالتخفيف عن النازحين والاطفال بالدعم النفسي والمساعدات الانسانيه طبعا نقدمها لهم باستمرار يعني في هذه الازمه. ممتاز. طيب احنا حكينا تو على شخصية الكشاف والمرشدات والزهرات وحكينا ان قداش ولائهم كبير وقداش يأثر في شخصية المواطن او الليبي اللي موجود في الكشافة او غير الموجود في الكشافة, احكينا كيف يأثر عليه هدف حياته العملية بعد ما يكبر ويخدم. نعم زي ما انت عارفه ان هي الحركه الكشفيه هي حركه تربويه تطوعيه طبعا اجتماعيه من اهدافها ان هي يعني تنمي قدرات الفتيه والفتيات وتقويه شخصيتهم وتعلمهم يعني الكثير من الاشياء النافعه. نحن نقول دائما كشاف مره كشاف الى الابد. دائما تلاحظي وين ما تمشي ان الشخصيات المنظمه في حياتها والبارزه في عملها والمتقنه يعني تجديها كان كشاف يوما ما كان يوما أنتم تعتبروا مثال حقيقي ليتحدوا الظروف مهما صار في ليبيا ولازم تستمر الحياة وتستمر كل هالمنظمات هذه والحركات هذه. هل في مازال إقبال للمشاركة في أو انضمام للكشافة؟ هل في نعم هل مازال في إقبال من الناس أنهم ينضموا؟ طبعا جدا جدا أخي الإقبال كثير يعني هذه الفترة بالذات
للانتساب للحركه الكتفيه، لان اصبح دور الكشاف بارز جدا. مثلا الانشطه اللي نحن نقوم بها يعني تجدنا في تنظيم حركه المرور في المستشفيات، في الاغاثه النازحين، في كل مكان الحقيقه، يعني في الحملات التوعويه اللي تقوم بها الحركه الكشفيه. فاصبح دور الكشاف باين من خلال طبعا حتى الانترنت ومن خلال الاذاعات، فالإقبال جداً على الحركة الكشفية. طيب كيف دور المرأة الموجودة في الكشافة في الوقت الحالي في بنغازي، في المرحلة اللي قاعدة تمر بها بنغازي؟ شنو هو دورها؟ والله دورها كبير اكيد، لان المرأة انت عارف هي نص المجتمع. فالقائدات والمرشدات في بنغازي متواجدات باستمرار، سواء كانت في البيت او في الحركه التشفيه، في الاعمال التطوعيه، يعني من خلال تواجدهم باستمرار. ما هي في تواصل بين مدينة بنغازي والمدن الأخرى يعني من ناحية الكشافة والنشاطات اللي تقوموا بها؟ نعم، نحن تجمعنا يعني نحن تبعيتنا للكشاف ومرشدات ليبيا بهيئة القيادة العامة تفتحها 25 صوبية و100 فوج من كل مدن ليبيا سواء شرق أو غرب أو جنوب. تجمعنا أنشطة مشتركة ونلتقي في تجمعات باستمرار في ملتقيات ومخيمات اجتماعية. وفي نشاط ثاني حتحكي لنا عليه مستقبلا حيكون الكشاف؟ نحن طبعا لدينا منهاج سنوي نقوم به اللي هي بداية السنة الكشفية شهر أكتوبر من كل عام، نضع خطتنا السنوية ونحن نسير عليها. طبعا أكيد من في يوم أمس قامت يعني الكشافة في بنغازي بتنظيف صفيات اللي هي الأمطار، قمنا بشهر أكتوبر اللي هي حملة سرطان الثدي بتوعية مكثفة للنساء في بنغازي. تحياتنا لكم أستاذة هدى على هذا الشغل، نشكرك. كنت معنا في برنامج العشية أستاذة هدى أبو شاكور منسقة المكتب الإعلامي بمفوضية بنغازي، شكرا لك. ديما احنا نقول انهم المثال الحقيقي لتحدي الظروف بجدية، لبسهم وشكلهم تشوفوا فيهم تفكروا فيهم قبل، كانوا يمشوا هيك في مسيرات منظمة، نبدو نشبحونهم بأغانيهم وأناشيدهم، محلاهم كانوا. النشيد اللي كنا نسمعه فيه في التقرير اللي انت عدتيه نسرين ليبي هو موجود في جميع الأماكن، يعني هو نفسه النشيد هدايا تلقاه في الكشافة المغربية وتلقاه في العراق. جميل جدا صراحة، حتى هم يديروا في مسيرات اللي تشبه اللي هي زي احنا نقولوا الحركات المنظمة، كيف يتحركوا كيف يمشوا يخشوا الشوارع يديروا استعراضية، في حتى اتفاق بين المجموعات الصغار يمشوا بروحهم الكبار لأكبر شوية ويكون في قائد للفريق. هذه هي اللي يعجبني فيهم زي ما قلت لك عليها، الانضباط وإن كيف الصغير يحكم يحترم الكبير والولاء والصفات اللي موجودة فيهم وسرعة البديهة وقوفهم جنب بعضهم. حاولت تشتركي قبل هيك في أنا حاولت نشترك كان صعب بالفعل يعني بالنسبة لي جديات، يعني كيف الواحد لازم يكون حياته كلها هيك يكرسها للكشاف، وكان المفروض يكون معنا حد يعني من طرابلس كي باش يحكي لنا أكثر حتى هو على الكشاف، بس نوجه له تحية صديقتي. حلقات الجاية احنا أكيد حيكون عندنا نشاط الكشاف ديما حنتابعوا نشاطاته وحندعموهم، وأي نشاط فعال في ليبيا وهادف حيكون في برنامج العشية. شكرا لك نسرين، لكل من حاب يشاركنا بصور أو فيديوهات تستاهل العرض في برنامج العشية، حتى قضايا ومشاكل وقصص عشتوها حابين تحكوها لنا رسلونا على إيميل البرنامج اللي هو عشية@metro18tv.net. شاعر ليبي كتب لهلبة فنانين ليبيين ولي كتابات باللهجة الليبية واللهجة غير ليبية، يعني لهجة عربية بصفة عامة، حنعرفوه بعد الفاصل. هذا تراب الأرض قال هلم هيا
كتب بالفصحى وباللهجة الدارجة، تغنى من أشعاره هلبة فنانين ليبيين وتميز بالكلمة القريبة للقلب. خلونا نتعرفوا عليه أكثر في هالتقرير. طرابلس موجوعة وخدها في كل ليلة مغرقاتها دموعة، قداش ليها تعاني قداش ليها تعاني، وفي كل ليلة جرحة من هم ينزف تاني. شاعر اليوم هو شاعر الشوق وغربة المشاعر، هو من كتب وطني بأصوات المصير على صورة قديمة، شاعر الكلمة الفصحى والدارجة دكتور رفيق شوقي. رفيق من مواليد طرابلس، درس وتخرج الطب وتخصص جراحة عامة، هالشي ما كانش مانع في أن يبدأ في كتابة الشعر من سنة 1998. هذه ما هي محبتنا ولا هذا أنا وياه. قليل الحظ هي من كلماته اللي أضافت لرصيد الفنان اللي برضا جعفر وزادت رقعة النجاح إلى دول الخليج العربي. تعامل رفيق شوقي مع هلبة فنانين منهم الملحن القدير علي الغناي ومحمد قنيوة وعادل الفيتوري في عدة أعمال مميزة. لا ولا غربة مكان تغنى بشعرها أيوب العربي، محمد شليبك، حكيم شلابي، صالح الغناي، مراد اسكندر والفنان محمد سعد في أغنية أنا إنسان. أوبريت المصير اللي من كلماته يعتبر من أهم الأعمال الفنية اللي تم إطلاقها بعد الثورة من ناحية القيمة الفنية، إلا أن الصحافة اعتبرت هذا الأوبريت ظلم إعلامياً وما خداش حقه في الانتشار. اليوم يعتبر الفن الليبي كثير الحظ بأعمال الدكتور الشاعر رفيق الشوق رفيق شوقي. والأرض قال هلم هيا هذا تراب الأرض قال. بهالخصوص حنستقبله عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور الشاعر رفيق شوقي. مساء الخير. مساء النور. كيف الأخبار؟ الحمد لله، شكراً على التقرير الرائع. العفو، هذا واجب. والله هذا واجب. أكيد دكتور رفيق، وسؤالنا ليك هو أنك أنت تكتب زي ما شفنا في التقرير بالفصحى وتكتب باللهجة الدارجة، فياريت تشرح لنا شو اللي يميز كل واحدة فيهم، شو اللي يميز الكلمة الدارجة وشو اللي يميز الكلمة الفصحى في كتاباتك. والله قبل كل شيء نحب نبارك لكم بالقناة وإن شاء الله نلقوا فيها ضالتنا الإعلامية وتكون متنوعة وتضوي على الفنان والمبدع الليبي بصفة عامة. إسلام. بالنسبة للفصيح والعامي كل واحد لون. يعني هذا ليه متتبعيه كشعر فصيح نحكي، والشعر الغنائي طبعا تعرف إنه يخشك لمجال الأغنية أكثر. حلو. من النصوص الغنائية لازم تتنفذ. غير القصائد إنه ممكن تقرأها في ديوان وتستمتع بها. حلو. لاحظنا أن في أشعارك كتبت باللهجة الليبية هلبة، ولكن كتبت بلهجات عربية غير الليبية، فهل صدرت هذه الأشعار اللي خارج ليبيا لفنانين غير ليبيين؟ والله طبعا أستاذ محمد في هلبة محاولات. بس عارف انت يعني الفنان العربي بصفة عامة صعب الوصول ليه. وآلية التعامل يعني في صناعة الأغنية عربيا بتاخذ في شكل مختلف، يعني غير ان في السابق كان الشاعر يعطي نصه للمطرب والمطرب يتكفل انه يلحن او يعطيها لملحن وبعدين تتوزع وتتسجل. حالياً أصبح فيه طريقة مختلفة. المطرب يجي يلقى الأغنية جاهزة عند الموزع الموسيقي متلحنة ومتنفدة ويسمعها مشت معاه أو لا، فوصولك لازم يكون بالدرجة الأولى للملحنين أكثر من المطربين. يعني التواصل معاش أصبح مع الفنان، أصبح مع الملحن أو الموزع.
نادرا يصبح مع الفنان مع الأسامي الكبيرة اللي تهتم بالنص كنص يعني. طيب دكتور رفيق، أنت كنت حاب تتعامل مع الفنانة ذكرى، ومن فترة بعثت لي للفنانة أنغام فكرة التعامل في برنامج أنا والعسل. من حاب رفيق شوقي يتعامل من الفنانين الساحة العربية؟ والله ذكرى الله يرحمها قيمة فقدناها، وتم الاتفاق بيني وبين ذكرى على 4 نصوص فيما سبق، قصيدة باللغة العربية و3 نصوص دارجة. جميل. كانت باللهجة البيضاء أو الخليجية. بس يعني القدر يعني ما أسعفناش الوقت. حاب نتعامل طبعا مع أي صوت حلو زي أنغام، صابر الرباعي، شيرين. عربيا تحكي صح؟ أي عربيا. وأصوات يعني للقصائد زي نتمنى طبعا نتعامل مع كاظم الساهر وماجد الرومي والفنانة التونسية الكبيرة نجاة عطية. حلو. قيمة فنية رائعة، بس يعني ما خدتش نصيبها في الفترة الأخيرة كما تستحق. حلو تمام. احنا زي ما شفنا في التقرير دكتور رفيق بان اوبريت المصير كقيمه فنيه يعني كان من اكبر الاعمال وافضل الاعمال من بعد الثوره، ولكن بعض الصحافه كتبت بانه هو انظلم الاوبريت وما انشهرش، فهل انت تتفق وليش؟ والله نتفق وبشده طبعا. الاوبريتات اللي او الاغاني مجمله اللي تم انتاجها عن طريق وزاره الثقافه تم توزيعها صح واهتموا بالتوزيع وبنشرها عبر القنوات. يعني لما تكون إنتاج وزارة الثقافة فأي قناة ممكن تعرضه. حلو. بينما لما يكون الأوبريت إنتاجها المرئي تبع لقناة معينة فهل بقنوات خافوا من العرض؟ مع أن المنتج تكفل بإنتاجها مرئيا ولكن مش احتكار. بس في قنوات خافت من عرضه. يعني هو كان المفروض ينعرض عادي على القنوات بحسب البنود الإنتاج. عادي جدا. ولكن في زي ما أنت قلت في قنوات ممكن خافت شوية، وكان المفروض حتى يتم تصديره عربيا لأن كان يحمل يعني مجموعة من الكلمات اللي تمس اليمن سوريا وتونس وغيرها من الدول العربية. طبعا أنا والله نتمنى أنه يعاد إنتاجه أو يعاد توزيعه صح عربيا، لأنه هو أوبريت عربي أكثر من إنه محلي ليبي يعني. طيب رفيق، شن هي العقبات اللي تواجه الشاعر في ليبيا؟ والله الشاعر في ليبيا يواجه نفس العقبات اللي تواجه أي الملحن والموزع. ومش في ليبيا بس. يعني التمست إنه حتى عربيا اللي هي مشكلة الكبرى، مشكلة الإنتاج. يعني هل نقدر نقول إن المردود المادي للشعراء يعتبر ضعيف جدا؟ يعتبر زيرو. للأسف طبعا رفيق. والله هو مش أسف، أنا أجري إن كلماتي توصل. صحيح. يعني هذا بالدرجة الأولى، إن يعني إن لو واحد يكتب شيء ذو قيمة سواء أنا أو غيري، يعني متكلمش على نفسي، أجري الأكبر إنه يوصل. يعني غير لما تكتب أنت لجهة معينة أو تبي منك موضوع معين مناسبة خاصة. هذا موضوع يختلف. بس يعني الانتشار هو أغلى أجر وأكثر قيمة. مظبوط، وهذا حق يعتبر رفيق. يعني لاحظوا أن في ليبيا الشعر الشعبي يلاقي رواج كبير جدا وضخم الشعر الشعبي، ولكن مؤخرا في انتقادات على بعض المصطلحات اللي بدت تخش على الشعر الشعبي، فهل انت تتفق على الانتقاد هذا؟ والله انا مانيش ضليع في الشعر الشعبي، الحق سهل الممتنع. يعني لغه الشعر هذا حتى عربيا حتى في مصر خشت عليه مصطلحات جديده تتماشى. وفي يعني الشاعر محمد الدنقلي يقول في كلمة، يقول احنا اللي نصنع اللهجة مش هي اللي تصنعنا. فأنت يعني لو بس ما يكونش مصطلحات مسيئة، مصطلحات خادشة يعني، وتكون انت تعرف كيف توظفها. طيب من الشعراء الشباب اللي يعجب رفيق شوقي؟ اللي يعجب رفيق شوقي من الشعراء الشباب عربيا ولا محليا؟ لا ليبيا. والله
في شاعر زكريا اللبيب أنا نقول له أنت زلزلتني فنصوصة كانت ديما تهز فيها وتستفز فيها بس لونها إلى حد ما مختلف عن لوني. من أقوى الشعراء اللي عندهم سرعة التماشي مع الأحداث. أي حدث يصير يكتب عليه بطريقة حلوة جدا. نتمنى أن نوصل لنشاطه يعني. حيو فيك روحك الرياضية. في بعض القنوات العربية عرضت برنامج اسمه أمير الشعراء، أول شيء تبعته زمان في المواسم الأولى. شن تعليقك على هذا البرنامج وهل فكرت أنك أنت ممكن تشارك فيه؟ والله هو كيف نقولك هو برنامج طبعا فرصة لأي شاعر. بس أنت عارف أن مشاركات الليبيين ديما بصفة عامة ما يلاقوش، خلينا نتكلموا بصراحة يعني، ما يلاقوش قبول لأن التصويت ما فيش، لأن حتى المطربين يعني لما يشاركوا في برامج عربية صح يتم إلى حد ما إقصائهم من وراء الكواليس. يعني ليش في رأيك يا رفيق أن في إحنا نقوله خجل أو 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 إقصاء حقيقي صاير للليبيين الفنانين والشعراء وما إلى ذلك اللي يشاركوا في برامج الهواة؟ لا والله هما في أكثر من موهبة نعرفهم حتى شخصيا شاركوا، ولكن بشكل أو بآخر يتم الاعتذار منهم بطريقة دبلوماسية مثلا لأن ليبيا لا تدعم التصويت يعني، فمش حيكون في مردود مادي للبرنامج، وخلينا صريحين يعني. إيه. طيب رفيق، كانت ليك تجربة في تقديم البرامج وكان برنامج بعنوان تفاصيل، التجربة هذه في شن فادت رفيق شوقي ولا ما فادتاش يمكن؟ وممكن ضراتك؟ أكيد فادتني. وأخي عمار وأخي محمد عارفين إن مايك الإذاعة قداش خطير طبعاً، فأريح من ناحية، ومن ناحية أخرى أنت لازم توصل كل أحاسيسك وانفعالاتك للمستمع عن طريق صوتك فقط. صحيح. يعني الصورة تساعد بس يعني مايك الإذاعة خطير جداً، سهل ممتنع هذا. أضفت لي هلبة الحقيقة، حاجة تضاف لي رصيدي، خلتني نعرف أنا نفسي نعيد اكتشاف المواهب الليبية في ناس كانت، وأنا فرحان بصراحة أني ضويت في البرنامج على عازفين على كتاب ما كانوش يعني. أنا استضفت عازف كمانجا الأستاذ عبد الرزاق الفهد، كان أول لقاء إذاعي في حياته. يعني في عازفين ما حدش يضوي عليهم على سبيل المثال. التجربة 3 شهور كانت من البث المباشر، 20 ساعة مباشرة على الهواء، أضافت لي الكثير وخلت هلبة ناس يعرفوا رفيق شوقي الجانب الآخر، ممكن الجانب الإعلامي اللي فيه. حلو بالفعل، تجربة الراديو هي من أجمل التجارب. وأنا ابتسمت لما قعد يوصف في الأجواء، لأن بجديات اشتقت لها زي ما يقولوا. طيب رفيق، أخيرا أكيد عندك جديد، وهل هنقدر نشوفه ديوان لرفيق شوقي قريبا؟ أعطينا جديدك. والله ديوان طبعا هذا القديم الجديد اللي ليه سنوات نحاول ندير ديوان بس ما جاش وقته لحد الآن. من ناحية جديد، فيه جديد فيه إن شاء الله قريبا حيكون في تعامل طبعا في التقرير ما نذكرش اسم الملحن وسام الدين اللي هو لحن الأوبريت. وعندي معاها مجموعة أعمال من ضمنها آخر تعامل توا، وإن شاء الله حيكون بصوت مطربة الليبية مراحب. مراحب التايب إن شاء الله اسمها غيابك. مراحب التايب. أيوة مراحب التايب. نوجه له تحية. سمعنا بعض الكلمات من أحد واحد من أشعارك أو من 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 هذه يعني اللي قريبة غيابك، حاجة بسيطة. والله أنتوا شو تحبوا تسمعوا، فصيح أو عامي؟ عامي. عامي. عمي اتفقينا. خلي نقوله شوية من غيابك. تقول غيابك أثر فيا هلبة، غيابك خلاني نساير وقتي مستنيك، أحبابك فكر فينا رانا أحبابك، يا عمري العمر في لحظة يجري بيك،
سعد تحياتنا لك. ان شاء الله تسمعوها قريب. جميل هلبة. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور رفيق، وحنا بجد تشرفنا بوجودك في برنامج العشية. لي الشرف، شرف لي. شكرا والف مبروك على القناة من جديد، وموفقين ان شاء الله. شكرا لي. تحياتنا. اكيد نستنى عمار في جديد دكتور رفيق، سواء بصوت الفنانه مراحب التايب او اعمالها الجديده او الديوان اللي قاعد تستنوا فيه يا رفيق اللي يطول شويه. خلينا نشوفوا محمد شويه من اوبريت المصير، وبعدها نرجع للمشاهدين. يلا امي تركت وسرت للتاريخ حيا، مضى حق إن على الحق استمدتم، هذا تراب الأرض قال هلم هيا، هذا تراب الأرض قال هلم هيا، هذا تراب الأرض قال هلم هيا. من أرضنا أرض الشهامة صرخت شهيد تعلي من ناس البطولة، صرخت كرامة الأمة في التاريخ عاشت، تزرع ربيع المجد في أغلب فصولة، نفس الأمل نفس المصير نفس الخلاص. عشق التصوير من الطفولة، حاز على الترتيب الأول في جائزة أكاديمية التصوير الفوتوغرافي الدولية. أكيد هو المصور أمير أبو سن. أمير أبو سن عمار زي ما تعرف إن هو من المصورين جدا معروفين في ليبيا بحرفية التصوير، وفاز على عدة جوائز ونشرت له بعض الصور على صحيفة ناشونال جيوغرافي. زي ما قلت محمد هو مصور في ليبيا غني عن التعريف. نستقبله على الهاتف أمير أبو سن. مرحبتين بك. السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم وتحية طيبة لكم وصطيب للجميع ان شاء الله. الله يسلمك. تحياتنا لك امير. امير زي ما نعرف عليك من كنت من الطفولة كنت تحب التصوير، وكان عندك تجربة ايامات الطفولة بكاميرا عادية او كاميرا التحميض الصغيرة، احكينا على بداية هذه التجربة. بشي تحية طيبة لكم، شكرا يعني على المقدمة اللي قدمتها في حقي، بارك الله فيكم. طبعا التصوير هو هواية يعني من الصغر بتاعي، كانت بدايتي يعني بكاميرا زي ما نعرف يعني قبل ما كانش الكاميرات المتطورة أو الكاميرات الحديثة اللي موجودة تو، فكانت كاميرا صغيرة يعني تحمل نيجاتيف هدايا تاع 36 صورة. فمنذ صغري يعني كانت عندي هواية التصوير، كانت زملائي في المدرسة في أثناء يعني الاحتفالات أو في أثناء نهاية السنة الدراسية كنت أكثر إنسان يعني نتابع وموثق في الأحداث الصغيرة هذه، فتطور الموضوع يعني مع مرور السنوات إلى يعني لين وصلت للمرحلة اللي وصل لها. حلو جميل هلبة. أمير بديت شاركت في برنامج للمواهب تقريبا وعمرك 18 سنة، احكي لنا على التجربة هذه أكثر. طبعا قبل كل شيء نوجه شكري للاستاذ القدير احمد مختار سرهوني، يعني هو من المصورين الليبيين الغني عن التعريف. هو يعني اللي استعبي، هو اللي كون مني مصور، هو اللي ما اهملش اعمالي في اثناء صغري. يعني انت تعرف مصور يعني بدايته بمجرد ما يحصل حد يسعى به الى الامام حينمي الهوايه نتاعه، على عكس لو ان حد صدمه او احبطه او يعني ما مهتمش به. فعبر قناة المجهلة تحية طبعا أستاذ أحمد سروني كان أحد مقدمي برامج التصوير. طبعا قبل ما كانش يعني وسيلة الإنترنت سهلة أو وسيلة إيصال الصورة إلى قناة كان صعب جدا، حاولت نتواصل مع التلفزيون في كذا مرة يعني يوم من الأيام
وصلت للأستاذ أحمد وتم عرض يعني أعمالي على التلفزيون بيبي. حلو. طيب أمير، يعني نعرف عليك هلبة في الانترنت بأنك أنت تحب تصور غرفة القيادة في الطيارة بحكم شغلك، يعني تشتغل في شركة طيران، لكن هل ما تشوفش أنه ممكن فيها مخاطرة أنك تلهي الأشخاص الموجودين في الكنترول الخاص بالطيارة؟ طبعا غرفة قيادة الطائرة هي من الأماكن اللي ممنوعة لغير الكرو أو غير الطاقم المخصص لدخول غرفة الطائرة. طبعا اللي ما يعرفوش الناس إن قيادة الطائرة تتم بشكل آلي منذ الإقلاع. طبعا الشيء الوحيد اللي يتمش فيها قيادة الآلية اللي نقول حين التاكسي وين قيادة الطائرة تكون بشكل آلي جدا. من سنة 1912 أصبحت القيادة يعني آلية في الطائرة. فبإمكان يعني الكابتن أو مساعد الكابتن يعني التهاب أمور أخرى، يعني كشرب يعني تناول الأكل أو كشرب القهوة أو كذا، الأمر ما فيش أي خطورة ولا لي أي تأثير على أجهزة الطائرة. طيب سيد أمير، أكاديمية التصوير الفوتوغرافي وفوزك في المركز الأول، وأيضا نشرت الصورة في ناشيونال جيوغرافيك اللي هي مجلة أو صحيفة ناشيونال جيوغرافيك، احكي لنا عليها أكثر. الصورة هذه أكاديمية التصوير الفوتوغرافي طبعا هي كانت مسابقة للمحور البورتري اللي هو معروف بالوجوه. شركة أحد الأعمال اللي هي صورتها في مدينة اسطنبول بالتحديد في شارع السلطان أحمد. كانت الصورة يعني لفتاة صغيرة تتسول، ملامح فتاة يعني كان جميل جدا، نوع متأثرها يعني وحكم سنها أنها تقريبا لا تتجاوز 6 سنوات. الصورة كانت يعني مؤثرة جدا. فزت بها بالترتيب الأول على مستوى الأكاديمية التصوير على مستوى الوطن العربي، ومن بعد تم عرض الصورة بتاعي هذه على الصفحة الخاصة بمجلة ناشيونال جيوغرافيك على فيسبوك. حلو. أنا لاحظت أن في الإنترنت أنت مرة كاتب أن في هلبة أشخاص حاولوا يشروا منك صور بمبالغ حتى توصل لآلاف يعني، بس أنت رفضت. يعني هل ليش المصور ما يحبش يبيع صوره؟ لا طبعا للتوضيح الموضوع. نوع الصورة اللي حيتم بها هذه أكثر في المصور. الصور اللي يعني تعرف الناس يعني واعية شوي لنوعية بيع الصورة. أصبحت في ثقافة بيع الصورة كثير، فيركزوا على التنازل عن المصور. أحيانا توصل ما عادش يمكن يعني ما عادش يذكر أنه هو صور الصورة هذه. هذا أمر بالنسبة لي يعني رهبة جدا. بعض الصور يعني أصب يعني بيح نشوفها إنسانية نشوف ما نشوفش يعني من ناحية تجارية، على عكس إن لو كانت صورة لاندسكيب أو كانت صورة لمنظر طبيعي أو أمر يعني خاص نوع الصورة يعتمد هو اللي يخليني قرر إني نبيعها أو ما نبيعهاش. طبعا محمد وأمير حاب نقول حاجة على الهوانة، إن أحد أجمل الصور اللي التقطت لي في حياتي كانت من المصور أمير أبو سن أكيد في حفل توزيع جوائز سبتم السنة الماضية، فحبيت نشكرك عليها بجدية. الله غالب علي يعني ما عندي ما مدير. طبعا نذكروا ناس بأن أمير أبو سن حيكون أحد ضيوف برنامج فن تابع قناة 218 قريبا، فأكيد حنشوفوك في البرنامج صح؟ إن شاء الله إذا كان شغل ربك الحال إن شاء الله. أمير أبو سن مصور فوتوغرافي، نشكرك كنت معنا ضيف في برنامج العشية. شكرا، بارك الله فيك. تحياتي محمد. نشوف شوية شو رأيك نشوف شوية من الصور؟ يلا. لفيت ولما نداني
على صور أمير أبو سن وأغنية دليدة سالمة يا سلامة. وصلنا نهاية الحلقة عمار. هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وكانت عند حسن الظن. نقول لكم أنا عمار منصوري كنت معاكم مع زميلي محمد الطيب. ليلة سعيدة في منسوين، إلى اللقاء.